من لندن تنضم إلينا مراسلة الحدث عروب عبد الحق. أهلا ومرحبا بك معنا عروب. كل ما لديك إذا كان بالإمكان أن تجزيه لنا حول هذه الاجتماعات اللقاءات وما يصدر من تصريحات من جرائها. إذا انتهت منذ قليل هذه الاجتماعات الثنائية التي عقدها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هنا في العاصمة لندن مع كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وأيضا وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. يعني هذه الاجتماعات الجدير بالذكر أنها تحدث هنا في العاصمة لندن في فندق وهي ليست تحت يعني مشاركة أو رعاية بريطانية، وبالتالي الجانب البريطاني ليس مشاركا في هذه المحادثات. بلينكين لم يقل لماذا ما هو سبب اختيار لندن لهذه الاجتماعات، ولكن هي تأتي في سياق المسار السياسي والدبلوماسي الذي يبدو أن بلينكين يحاول التقدم فيه قبل انتهاء مدة حكم الإدارة الأمريكية. في هذه الاجتماعات الحقيقة لم يخرج الجديد. أنتوني بلينكين في اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال بأنه يعني طبعا كان له كلمة بعد هذا الاجتماع، قال بأنه تحدث مع نجيب ميقاتي حول ضرورة وأهمية إيجاد يعني حل دبلوماسي، شدد على ضرورة أيضا تنفيذ قرار 1701، قال بأنه يريد رؤية حماية للمدنيين وأيضا يريد تأمين الحدود، رؤية تأمين للحدود حتى يعود المواطنون اللبنانيون وعلى الجانب الإسرائيلي أيضا إلى منازلهم بشكل آمن. هذا فيما يخص اجتماعه مع ميقاتي. أما فيما يخص اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال بلينكين بأنه طبعا يتحاور مع الأردن في ما يتعلق بقطاع غزة والمسار ما بعد الحرب. وزير الخارجية أيمن الصفدي كان له كلمة أيضا مهمة، قال بأن طبعا يعني هو يريد رؤية إنهاء لهذه الحرب، قال بأن العالم يرى يعني تطهير عرقي يحدث في المنطقة وحذر من اتساع رقعة هذه الحرب إقليميا. هذا فيما يخص طبعا اجتماعه مع الصفدي. وكان هناك اجتماع مغلق أيضا مع وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد. كل هذه الاجتماعات كما ذكرت هي تأتي في سياق الجولة أو تأتي في سياق المحادثات التي يقوم بها بلينكين في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان له جولة على 3 دول. يعني هو كان في تل أبيب يوم الثلاثاء، وكان في السعودية يوم الأربعاء، وكان في الدوحة أمس، وهو اليوم في لندن فيما يبدو أنه تكمل لهذه جولة المحادثات هذه. وكان هناك يعني زيارة كان من المفترض أن تكون في الأردن وألغيت يعني الأسبوع الماضي، وبالتالي كان هناك اجتماع مع وزير الخارجية أيمن الصفدي اليوم. وعليه انتهت زيارة أنتوني بلينكين إلى لندن أم أنها مستمرة والمجتمعون أنهوا أعمالهم التي كان من المقرر لها أن تنفذ في هذه اللقاءات؟ يعني بحسب الفريق الأمريكي المرافق لوزير الخارجية كانت الأجندة تنتهي عند انتهاء اجتماعه طبعا مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد. يعني لا نرى إذا كان هناك، لا نعلم إذا كان هناك على الأجندة اجتماع مع مسؤولين بريطانيين. قد تكون هذه يعني من الاجتماعات التي يحضر لها الجانب الأمريكي، وهي